طيب فتشوا الشقة كويس واستجوبوا الجيران واستعجل الطبيب الشرعي. حاضر يا فندم. دكتور جهاز هنا؟ ايوه بالفوق عند الست. مساء الخير يا دكتور. اهلا. ازاي الحال؟ انا اسف ما قدرتش استناك، شغل مفاجئ كالعاده. الحمد لله كله تمام والجنين في وضعه الطبيعي. الحمد لله. بس وحياتك يا مدام، انا عايزك الايام اللي جايه تكرري حقن الكالسيوم. حاضر. قول لي يا دكتور، ممكن اسافر اسكندريه اشوف ماما؟ اصل بقالي مده ما شفتهاش. بس انا خايف السفر يتعبك. اذا كانت يا ستي وحشتك قوي ابعتي لها وهي تيجي. اسيبك منها يا دكتور، سفري انا اقدر استغنى عنها يوم واحد. اتفضل. تصبح على خير. لحد دلوقتي الحاله ماشيه طبيعي. تفتكر دلوقتي مفيش خوف؟ بالتاكيد الحاله دلوقتي احسن من المرات اللي قبل كده، لكن برضو لازم نخلي بالنا. بلاش تجد نفسها. يعني تنام في السرير. مش كده. ممكن تخرج وتتمشى بس من غير اجهاد زيادة. طيب يا دكتور، متشكرين جدا. نعم. تصبح على خير. تصبح على خير. كده برضو حبيبتي. بقى عايزه تسافري وتسيبيني لوحدي. بطل امور الباكج دي وقول الدكتور قال لك ايه. بيقول لك يا ستي ان سعادته المره دي مصمم انه يشرف. تفتكر يا محمود، انا كل مره بيبقى عندي امل وبفضل احلم وبعدين. لا 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 حبيبتي، لا لا اطمني، المره دي مختلفه خالص. انا عارفه قد ايه من زمان نفسك تكون اب. الو. ايوه يا حسن، ايه الاخبار؟ سالنا على الزوج يا فندم في مكتبه، قال انه في اسكندريه بيخلص بضاعه من الجمرك وانه سافر يوم 18 الساعه 12 الظهر. ايوه خدنا اسم اللوكاندا اللي نازل فيها. طيب يا حسن استدعيه. ايوه على طول. ما فيش اخبار تانيه؟ طيب تصبح على خير. يعني ما قلتليش ايه اللي حصل؟ دي يا ستي الممثلة إلهام سامي. مال؟ ليوها مخنوقة في الحمام وفي اشتباه إنها تكون انتحرت. مش معقول، هتنتحر ليه؟ على العموم لسه التحريات هتوضح كل شيء، وفي كمان تقرير الطبيب الشرعي. محمود أنا مش دايما أقولك ما تقلعش والشباك مفتوح. أمرك يا حبيبتي. في حاجة يا محمود؟ لا حبيبتي مفيش حاجة. زوج المجني عليها وصل يا فندم.
خليه يدخل. حاضر حاضر. باقي في حياتك؟ حياتك الباقي يا فندم. سيجارة؟ متشكر ما بشربوش. احنا هناخد من حضرتك كلمتين. تحت امرك يا فندم. سين، الاسم والسن والمهنة. جيم، حسن احمد داوود، 50 سنة، رجل اعمال. سين، لما اتصلنا بيك قالوا لنا انك في اسكندرية، تقدر تثبت لنا بالظبط حضرتك كنت فين ليلة ارتكاب الحادث؟ ايوه يا فندم، ليلة الحادث انا ما خرجتش من الاوتيل. اوتيل ايه؟ البوريفاج. وفي الليلة دي بالذات انا ما خرجتش خالص من الاوتيل، لاني كنت تعبان شوية وحرارتي مرتفعة والدكتور منعني من الخروج. استاذ حسن، ممكن تحكي لنا عن علاقتك بالمجني عليها؟ والله يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه بالظبط. معلش، هو حضرتك عارف ان اي معلومة هتقولها لنا هتفيدنا كتير. احنا كنا كويسين جدا، ومرة واحدة حسيت ان معاملتها اتغيرت. ازاي؟ حسيت ان في حاجة حصلت، حاجة غيرتها. يعني كنا بنحب بعض جدا، اتجوزنا عن حب، لكن بقى الناس ما بتسيبش الناس بحالها. عندكم اولاد؟ لا، ما كانتش راضيه تخلف. انا كان نفسي، لكن هي ما كانتش عايزه. طيب تفتكر ايه اللي غيرها؟ مش عارف، انا حاولت اديها فرصه، قلت نزوه وهتعدي، لكن هي كانت مصرة على الطلاق. أنا رفضت في الأول، كنت متصور إن كل حاجة ممكن ترجع لحالها، لأن أنا يعني ياما اختلفنا واصطلحنا، لكن المرة دي للأسف منه لله بقى اللي كان السبب. مين اللي كان السبب؟ ما أقدرش أتهم حد. زي ما حضرتك عارف، مراتي كانت فنانة، نجمة سينمائية، وباستمرار حواليها ناس كتير. طيب يا أستاذ حسن، عندك أقوال تانية تحب تضيفها؟ لا أبدا، مفيش حاجة. طيب متشكرين. متشكر. إحنا هنحتاج لك في وقت قريب. أوي أوي. شكرا. طيب. ايه سرحان في ايه يا محمود؟ قضيه الهم سامي شغلان شويه. من ناحيه ايه؟ النهارده حققت مع جوزها واتضح لي انه في خلافات بينهم كتيره. قصدك خلافات ممكن توصل للقتل؟ احتمال. Thank you.
أنا مصلح. أيوة يا محمود بيه، أنا هو مصلح. ممكن أدخل؟ تعال تعال. يا ساتر. إيه حكايتك؟ إيه اللي عامل فيك كده مصلح؟ الزمن والناس. سكن أمرا بصحيح. طب تعال معايا على المكتب. أصل أنا كنت فايت من هنا، قلت عدى أسلم. إزيك يا محمود بيه؟ يا ترى لسه فاكرني؟ أنت اللي كنت بتلف ورايا المدة دي كلها؟ أيوه يا بيه أنا. ليه؟ أصل كنت خايف ما تعرفنيش. 10 سنين يا محمود بيه عمر. اللي أنت برضك لسك عازب يا محمود بيه؟ اتجوزت. أحسن برضو. وخلفت يا محمود بيه؟ لسه مصلحي. انت بتدور على حاجه؟ لا يا بيه ما بدورش، انا بس اصلي خرمان، سجايري خلصت. انا ايش معاك سجاره؟ وكمان مستورده. من يوم ما اتعلمت شرب المدعوء ده وهو معلق في نافوخي، تقولش اتفطمت عليه. وايه اخبار البلد والناس اللي فيها؟ ماتت. يا مين اللي ماتت؟ عطيات مرات يا بيه. امتى؟ من 40 يوم بس. انا يا دوبك عملت الـ40 بتاعها وجيت. خلاص ما عدليش حاجه في البلد يا محمود بيه. الباقيه في حياتك يا مصلحي. سحبت بنتي في ايدي وجيت. بنتك؟ ايوه بنتي يا محمود بيه، بنتي طبعا. امال بنتي مين يعني؟ انت كنت خلفت؟ طبعا خلفت. انت نسيت يا محمود بيه ولا ما كنتش عارف؟ مع اني كنت فاكرك عارف. شوف ازاي. لكن لا لا انت مشيت قبل داليا ما تتولد بـ6 شهور. بالظبط كده. انت مشيت في اغسطس وداليا اتولدت في فبراير. بالظبط كده. شوف انا حافظ التواريخ ازاي يا محمود بيه. 6 شهور. هما 6 ولا 5 يا محمود بيه؟ انا شرفت. كنت فاكرك عارف. اصل مراتي عطيات ما كانتش بتخلف. قعدت 5 سنين ما تخلفش، لكن انت جيت من هنا وهي حبلت من هنا. اللي اقول لي يا ابو حنفي، الاموره اللي كانت معاك النهارده في النادي مراتك ولا؟ شوف يا مصلحي، يظهر ان موت مراتك اثر فيك اكتر من اللازم، بس مش معنى كده انك تنسى نفسك للدرجه دي، انت فاهم؟ معلش يا محمود بيه انا اسف، ده بس من العشم. ده احنا ياما كنا سوا عيش وملح. ولا نسيت الايام دي يا محمود بيه؟ ما نسيتش يا مصلحي، وعشان كده انت لسه معايا هنا دلوقتي. تقدر تفهمني واحده واحده ايه الحكايه بالظبط؟ وايه اللي بتلف وتدور عايز تقوله؟ ابدا يا محمود بيه ابدا. الحكايه ان انا كنت فايت من هنا، قلت عدى اسلم. اسمع يا جدعان، بطل شغل الاستهبال ده بقى وفوق بقى. بعد السنين دي كلها جاي تلف ورايا وتتجسس عليا في كل حته، وبعدين تنط لي في نص الليل عشان تقول لي كلام فارغ بالشكل ده؟ ماتت، حبلت، ولدت، انت عايز ايه بالظبط؟
أقتلك، بس مش دلوقتي. ثم أنا لو قتلتك هستفيد إيه؟ أنت اتجننت وأنا صبرت عليك أكتر من اللازم. امشي اطلع بره. أنت هتمشي ولا أحطك في السجن؟ ما تقدرش يا محمود يا رفعت. آه، لأن بنتك الوحيدة معايا. بنتي؟ مش ده خطك؟ حبيبتي، هذا آخر خطاب مني، وليكتب الله لك السعادة مع زوجك ذو القلب الطيب وطفلك المنتظر. مش ده خطك؟ مش خطي طبعا. اتفضل اطلع بره، بلاش كلام فارغ. انت بتطردني يا محمود بيه؟ بتطردني من بيتك؟ ده انا كنت فاتح لك بيتي في اي وقت، ده انا كنت بعاملك زي اخويا واكتر. هعمل لك ايه يا ابو سلحي؟ انا مقدر موقفك طبعا، بس اللي بتقوله ده شيء خطير جدا. ايه اللي يخليك فجاه تشك في نفسك وفي مراتك وفي بنتك عشان حته ورقه ملهاش اي قيمه؟ اشك؟ يا ريت يا محمود بيه، يا ريت الحكايه كانت شك وبس. اللي انا الوحيد اللي في الدنيا الواسعه دي كلها اللي مش ممكن ابقى ابوها. ليه مش ممكن؟ تصور، فضلت 10 سنين فاكر انها بنتي، كنت بحبها اكتر من نفسي، اديتها كل حاجه، كل اللي ممكن يديه اب لبنته واكتر، لحد ما اكتشفت الورقة دي بالصدفة. ساعتها الفار لعب في قلبي وجهنم طاقت في دماغي. جريت على الدكاترة، عملت تحليل تاني وتالت ورابع. لو كان واحد منهم بس قال لي اني كان ممكن اخلف. تصور انك تصحى في يوم تلاقيك مش انت، وتكتشف فجأة إنك كنت عايش في كدبة، وإن بنتك الوحيدة مش بنتك، عدوتك، بتكرهك، الشاهد الوحيد على عجزك. أنت جايز تكون فعلا في موقف صعب، بس أنا إيه المطلوب مني؟ أنت اللي كنت بتزورنا على طول، وأنا كنت مأمنك وبعتبرك أخويا وصاحبي، وكنت بثق فيك وفي الدنيا كلها. اشمعنى انا اللي اخترتني؟ ما انت كنت فاتح بيتك نادي لكل اصحابك، جعفر ابو دومه مامور المركز، ومجدي عبد الخالق المهندس الزراعي، والاستاذ خشابي نظر المدرسه، وغيرهم وغيرهم. يعني ايه؟ يعني لولا تقدير لظروفك وللصداقه اللي كانت بينا، ما كنتش سمحت للموقف انه اتطور بالشكل ده. امال مين؟ طب والجواب؟ جواب ايه وغيره ايه يا راجل يا خرفان انت؟ مش عرفك انه مبعوت لمراتك؟ ده لا في اسم ولا توقيع، يعني ممكن يكون مبعوت لاي حد تاني غير مراتك، ممكن يكون دخل بيتكم غلط. مصر، اذا احتجت اي حاجه انا موجود. بالمناسبه انت ساكن فين؟ في لوكاندة السعادة، العتبة الخضراء. فيها بعد نص الليل؟ ليه؟ هو مفيش صبح؟
أصله كان صاحبي زمان. انتوا صوتكوا كان عالي قوي، انتوا كنتوا بتتخانقوا؟ لا أبدا، أصل مراته ماتت قريب وسابت له بنت عاملة له مشكلة في حياته. سيادة اللواء جعفر أبو دونا موجود؟ الدكتور عنده جوه. ليه؟ هو ماله كفالة الشر؟ أنت قريبه؟ أيوه. يا ساتر. أنت ما وصلكش تلغراف؟ إيه الحكاية؟ أصله بيموت. بيموت؟ ايوه بيموت. اسمع، طبعا انت هتخش له دلوقتي؟ طبعا لازم. طيب حاول بقى تعرف هو شايل الفلوس فين. جايز يقول لك انت. ايه خير يا دكتور؟ والله احنا عملنا اللي علينا. باع الله. بقول لك ايه، النقديه، خلي بالك من حكايه النقديه. ازيك يا جعفر بيه ابو دومه؟ سلامتك الف سلام. انا مصلحي، مش فاكرني يا جعفر بيه؟ مصلحي بتاع زمان، الفيوم مركز سباهنا. افتكرت يا جعفر بيه؟ ركز معايا يا جعفر بيه وحاول تفتكر. أنا عايزك في موضوع مهم أوي. شوف، أنا عرضت نفسي على أكتر من دكتور، قالوا لي إن أنا ما بخلفش. أخد لي بالك يا جعفر بيه؟ دكاترة كبار متخصصين قالوا لي مستحيل أخلف، ولا عمري ما خلفت قبل كده ولا هخلف. لكن عندي بنت اكتشفت بعد 10 سنين إنها مش بنتي. أخد لي بالك يا جعفر بيه؟ بنتي، قصدي البنت اللي كنت فاكر انها بنتي، عندها 10 سنين دلوقتي. اتولدت ايام انت ما كنت مأمور المركز في بلدنا، ايام ما كنت بتزورني في بيتي. فاكر يا جعفر بيه؟ دي مسألة ضمير يا جعفر بيه. خلص ضميرك قبل ما تقابل ربنا. سامعني يا جعفر بيه؟ في يوم من الايام لقيت الجواب دي، الجواب دي، ويا ريتني ما لقيته. هو اللي فضح لي كل حاجه. خطك ده يا جعفر بيه؟ خطك ده؟ بص كويس، بص جعفر بيه، جعفر بيه، قول لي وخلص ضميرك قبل ما تموت. جعفر بيه، جعفر بيه، لا جعفر بيه، جعفر بيه، جعفر بيه. التحريات اثبتت ان الزوج المجني عليها كان في اسكندريه فعلا ليله ارتكاب الجريمه، وان في دكتور كشف عليه في الاوتيل مساء الحادث. واتضح يا فندم ان المجني عليها كانت عامله بوليس التامين على حياتها بمبلغ كبير جدا. وثبت من التحريات ان المستفيد الوحيد هو جوزها.
لازم في طرف ثالث. القضية دي عمالة تتعقد. اسمع عادل، اعمل تحريات عن كل علاقات المجني عليها، كل الناس اللي كانت تعرفه، وبرضه نراقب تليفون الزوج. محمود بيه موجود؟ البيه لسه خارج دلوقتي. طب الست هانم مش موجودة؟ ايوه بس دي تعبانة وراقدة في السرير. يا سلامتها، الف سلام. بس انا كنت محتاجها ضروري قوي. طب وحياتك، بس قولي لها واحد من بلديات محمود بيه عاوز يشوف حضرتك ضروري. طب اتفضل. يا ساتر. ست نادية، في واحد كان عايز الاستاذ، ولما عرف ان هو مش موجود طلب يقابل حضرتك. ما قلتلوش اني تعبانه وما اقدرش اشوف حد؟ قلت له يا ستي، لكن هو قال ان هو من بلديات الاستاذ وطلب يشوف حضرتك. طب انا نزلاله. أزعجت حضرتك. أهلا وسهلا. حضرتك بلديات محمود؟ أيوة ست هاني، أنا مصلحي بلديات البيه. هو محمود بيه ما حكلكيش عني ولا إيه؟ يحكي لي عن إيه؟ أصل إحنا من أصحاب قوي زمان، من 10 سنين، بس الأيام بتفوت بسرعة ست هاني. اتفضل يا مصلحي. انت اللي كنت عنده من يومين بالليل مش كده؟ امال بتقولي ما حكلكيش ليه يا استهان؟ يحكي لي عن ايه؟ عني، عن مراتي عطيات، عن ايام الزمان الحلوه قبل اللي ما يبقى وكيل نيابه. كانت ايام حلوه قوي قوي يا استهان. وكان ابو حنفي، لا مؤاخذه، قصدي محمود بيه، بس انا بقى كنت متعود اقول له ابو حنفي. كان لسه ايام يا استهان. سيبش حاجة على حالها. محمود قال لي إن مراتك توفت. إيه؟ عطيات. كنت بحبها أوي أوي يا استهاني. يمكن ما كانش في حد في الدنيا بيحب مراته بيثق فيها قدي. لكن خلاص. شوف يا استهاني، كانت في عينيا أجمل واحدة في الدنيا. هو محمود ما حكلكيش عليها؟ يحكي لي عليها من ناحية إيه؟ أصله كان بيحبها أوي. بيحبها؟ أيوه بيحبها. زي أخته تمام يعني. هو الوحيد اللي كان مسموح له يدخل بيتي. تصوري حضرتك، هو الوحيد اللي كان مسموح له يدخل بيتي، حتى وأنا مش موجود. لكن عطيات ماتت خلاص. وبقيت وحداني، ما لقياش حد في الدنيا غير محمود بيه. محمود بيه، محمود بيه اللي كان بيشاركني في حبها. ما تصوريش حضرتك زعل قد ايه لما قلت له انها ماتت. والله زعل قوي. هو ما حكلكيش؟ لا ما حكليش. يبقى لازم هيحكي لك، بس انت اساليه وهو هيقولك على كل حاجه. استاذن انا بقى يا استهانم، انا يظهر تقلتي على حضرتك. انا كنت فاكر انه حكالك، والنبي تبقي تساليه. فوتك بعافيه. اتفضلوا انتوا. اقدر اعرف انتوا قابضين عليا ليه؟ احنا عندنا معلومات انك كنت دايما بتتردد على شقه المجني عليها، وانه في يوم الحادث بالذات شافك البواب نازل من عندها. ده مش صحيح يا بنتي. انا صحيح اعرف الهام سامي،
لكن ما كنتش موجود ليله الحادث في شقتها. طيب اتفضل. سين، اسمك وسنك ومهنتك. جيم، كمال عبد السلام، سني 35 سنة، وسيط تجاري. اكتب سمسار. ايه علاقتك بالمجني عليها؟ مفيش علاقة خاصة. بس في ناس شافوك بتتردد على شقتها أثناء غياب جوزها. ايه رأيك في الكلام ده؟ ايوه ده صحيح. ممكن أعرف السبب؟ أرجوك يا فندم اعفيني من الإجابة. يعفيك ازاي؟ دي جريمة قتل. ممكن أولع سيجارة؟ اتفضل. أنت لازم تتكلم عشان تدافع عن نفسك. كان في إيه بينك وبينها؟ كنت بحبها. طيب ممكن اعرف ازاي بدأت علاقتك بيها؟ زي اللي بيحصل في اغلب العلاقات اللي من النوع ده، بيكون الزوج هو السبب من غير ما يشعر. زي اللي بيحصل في اغلب العلاقات اللي من النوع ده، بيكون الزوج هو السبب من غير ما يشعر. الأستاذ مصلحي موجود؟ لا مش موجود. طيب لما يرجع قولي له محمود رفعت سأل عليك وأنا هفوت عليه بعد ساعة. أهلا 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 يا محمود بيه. ازيك يا مصلحي؟ اتفضل ادخل يا راجل البيت بيتك. هو أنت غريب؟ اتفضل. أنت نورت البيت. متشكر. تعالى يا عطيات، تعالى اما اعرفك على صديقي اللي كلمتك عليه، الاستاذ محمود رفعت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سلمي عليهم امال ما تتكسفيش. هو ده بقى يا ست اللي هيتعين وكيل نيابه، وقال ايه عايز يسيبنا ويروح الباندر. اعمل ايه يا مصلحي؟ اتفضل اتفضل. شكرا. ما هو بيني وبينك الحياه هنا بقت ممله. اللي بيحصل النهارده هو اللي هيحصل بكره، والايام بتفوت من غير ما نحس بيها. ولا انت رايك ايه؟ مش كده برضه؟ فعلا عندك حق، خصوصا بالنسبه للست. اهو الراجل بيلاقي اللي يشغله، لكن الست هتعمل ايه غير انها تستنى؟ جرى ايه يا جماعه؟ انتوا بتتكلموا كده ازاي؟ انت بسك منك مش متجوز. ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تكون زي عطيات كده، وانت ما تزهقش ابدا حتى لو عشت في الصحراء. يسمع منك ربنا يا مصلحي. يا رب. على العموم انا الايام دي بحط غلي في شوية روايات جايبهم معايا. الله، هو أنت كمان غاوي؟ غاوي إيه؟ أصل يا سيدي عطيات ما بتسيبش الكتاب من إيدها. صحيح. ويا ترى بتقري إيه؟ قصص. الله، يبقى خلاص حس كده نتبادل القصص. طب يا سيدي متشكرين قوي. لا مؤاخذة، نسيت أسألك تشرب قهوة ولا شاي؟ أنا عارفه بيحبها مظبوط. طبعًا إذنكم. اتفضل. هما الستات كده محتاجين لحاجة تشغلهم. ومن يوم ما اتعرفت عليها وهو كان دايما يشجعني على زيارته في البيت. وكنتوا بتعملوا ايه هناك؟ كنا بنلعب ونشرب ونتكلم في الشغل. في الجو ده هو كان بيستفيد. ازاي يعني كان بيستفيد؟ يعني يعمل مقاولات، صفقات، حاجات كده. والمجني عليها كانت بتبقى موجودة؟ مش على طول، كانت دايما مشغولة. ساعات كانت بتيجي تقعد معانا لما يكونش عندها شغل. وابتدت علاقتكوا ازاي؟ اهلا، ايه المفاجأة دي؟ صباح الخير. صباح النور. يا ترى على فين؟ نازلة زور ماما. انت بقى من البندر؟ ايوه. عشان كده بقى متضايقه من الحياه هنا؟ يعني اديني كل كام يوم بنزل البندر واشوف ماما واشتري شويه حاجات، اهو برضو تغيير. وحضرتك نزل البندر ليه؟ ابدا،
أنا ناوي أروح سينما. في فيلم كويس بيتعرض دلوقتي. إيه رأيك لو عزمك؟ يا خبر يا أستاذ محمود. معقول أروح سينما من غير ما سلحي؟ هو لو إنه ما بيحبش السينما وإن راح بيبقى غصب عنه وينام فيها. هايل. متشكرين قوي يا ابو حنفي. عطيات قالت لي انك دفعت لها اجره السكه. ده اقل واجب يا ام صلحي. ما هو اختك برضه. طبعا. من ساعه ما جبت لها الروايات وهي نازله فيهم قرايه. تقولش اتولدت وفي ايديها كتاب. مع اني ما اطيقش اقرا الجورنال حتى. مصالحه يا فندم. مين؟ تليفون. اللهم اجعله خير. عن اذنك يا ابو حنفي. طيب اجي معاك. عيب يا راجل، ده بيت. التليفون. ايوه بس ما يصحش. مش هتاخر عليك. يا واد جاي تتفاضل. مساء الخير يا استاذ محمود. مساء الخير. اتفضل. انا خلصت دول. عجبوكي؟ قوي. وانت عجبك الفيلم؟ يعني خساره انه فاتك، لو كنت سمعت كلامي كنت انبسطت قوي. معلش، هي ما بتفوتني حاجات كتير. عطيات، انا حاسس انك مش سعيده. ليه؟ يمكن عشان مش انا اللي اخترت الحياه دي. صحيح مسرحي بيحبني، لكن مش قادر يفهم انا عايزه ايه. انا ساعات بحس اني زي كراسه من الكراريس اللي بيصححها، ومجرد ما بينتهي من تصحيحها بيرميها. قبل عطيات بتسلم عليك وبتقولك هي خلصت الدور وهتلازم. طيب يا عيشة، يبقى فوتي عليا بكرة زي دلوقتي. إليك اليوم حسب الميعاد، لأن مصلحي أصر على اصطحابي لزيارة بعض الأقارب. سأذهب إلى البندر غدا وسأنتظرك الساعة 10 صباحا كالمعتاد، وحتى نلتقي لك كل الحب. بعد كده ما بقيناش قادرين نبعد عن بعض. اتفقتوا مع الجواز؟ ايوه، كان المفروض يتم الشهر اللي فات. وايه اللي عطله؟ في الاول جوزها ما كانش راضي يطلقها، وبعدين حاولنا معاه، حتى هي عرضت عليه فلوس عشان يسيبها، وافق بس رجع يماطل تاني. وما كانش عاوز يطلقها ليه؟ قال انه بيحبها ومش قادر يسيبها. وبعدين يا محمود هنعمل ايه؟ انا خلاص ما بقتش قادره استحمل الوضع ده. انت مش بتقول انك بتحبني، تبقى ازاي تقبل اني اكون لراجل تاني غيرك؟ وانا في ايدي ايه بس عطيات؟ ما انت عارفه ظروفي كويس. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش مستقبلي هيبقى ايه. انت زعلت مني يا حبيبي؟ لا ابدا، أنا كمان في نفس الحيرة والعذاب اللي أنت فيهم. ولحد إمتى هنفضل في العذاب ده؟ أنا خايفة يا محمود، خايفة لحسن مصالحي يحس بحاجة. أنا هتصرف، بس أنت اديني فرصة لحد ما أرجع من مصر وأعرف ظروف تعييني.
صباح الخير يا استاذ مصطفى. استاذ محمود اهلا وسهلا، ايه الظروف السعيده دي؟ متشكر. مبروك تعيينك في النيابه. الله يبارك فيك. عاش من شافك يا راجل، كنت مستخبي فين المده دي كلها؟ الحقيقه انا كنت في مصر. ده انت بقالك يجي شهرين محدش شافك. اصل بصراحه كنت بخلص اجراءات التعيين. انا كنت عايزك في كلمتين يا مصطفى. قوي قوي، اصلك مره واحده اختفيت، ده حتى عطيات سالتني عليك كذا مره. وازيها؟ هو في حد قدها دلوقتي؟ تعرف يا محمود انا كمان الدنيا كلها مش سايعاني. خير ان شاء الله. اخيرا بعد 5 سنين هبقى اب. عطيات حامل، ما كنتش مصدق نفسي. تصور كل يوم اعين الواد واطمن عليه، وانا كمان مش بخليها تحط ايدها في حاجه ابدا. مش ممكن تتخيل فرحه العيله كلها بالحكايه دي. الله، مالك يا ابو حنفي؟ ابدا، اصل افتكرت مشوار مهم ولازم اروحه دلوقتي. مش معقول، انت لازم تيجي تتغدى معايا وتبارك العطيات. معلش، وقت تاني، اصل مستعجل شويه. والموضوع اللي عايز تكلمني فيه؟ بعدين بعدين. الف مبروك يا استاذ مصلحي، وسلم لي على عطيات. طيب يا سيدي، بس ما تتاخرش علينا. لكن في ناس شافوكم سهرانين مع بعض قبل سفر اسكندريه بليله واحده. ابدا ما حصلش. انت عرفت ان المجني عليها كانت عامله بوليس التامين على حياتها بمبلغ كبير؟ لا، وهعرف منين؟ الزوج ما قالكش؟ ويقول لي ليه؟ معلش يا عادل، انا تعبت. استمر انت معاه وانا هبقى اتصل بيك بالتليفون. طيب يا عائشة، متشكر. حبيبي، وصلتني رسالتك وانا زعلانة منك خالص، لاني بقالي مدة كبيرة ما شفتكش. وبعدين معاك يا محمود، انت عاوز ميعاد القطر يفوتك ولا ايه؟ انا حالا حجز الشنطة. طب يلا اعمل لك همة عشان تلحق تسلم على الناس اللي مستنيينك دول. حبيبي، وصلتني رسالتك وانا زعلانه منك خالص، لاني بقالي مده كبيره ما شفتكش. اخص عليك يا محمود، ما عندكش فكره قد ايه الدنيا مسيعاني من الفرحه لما عرفت اني حامل. عارف من مين؟ منك انت يا محمود. تصور، ودلوقتي عايز اشوفك بسرعه بسرعه عشان عندي حاجات كتير عاوز اكلمك فيها. محمود، يعني ما قلتش انك جيت؟ اصل حبيبتي افتكرت انك نايمه. انت ليه نزلت من السرير؟ هقول لزينب تحضر الغدا. قول لي يا محمود، انت ما كلمتنيش ابدا عن حياتك قبل ما نتجوز. ما هو لو كان فيها حاجه تستحق كنت قلت لك عليها. يضايقك لو اعرف؟ تعرفي؟ تعرفي ايه؟ علاقاتك، يعني الستات اللي عرفتهم. وايه المناسبه؟ ابدا، اصلك عمرك ما كلمتني في الموضوع ده. لاني ما كانش في حاجه. أنا قبل ما أتجوزك ما كنتش بقعد في بلد واحدة. ما أنت عارفة بقى اللي بيشتغلوا في النيابة. هقول لك. يعني عمرك ما كان ليك علاقة بأي واحدة ست؟ إيه بس يا حبيبتي؟ بقى بعد 5 سنين جواز جاية تسأليني سؤال غريب بالشكل ده؟ أبدًا. مش عارفة ليه خطر في بالي. عن إذنك. نادية. في حد سأل عليا النهارده يا زينب؟ ايوه يا سيدي،
في واحد جه سأل على حضرتك بعد ما خرجت على طول، والهانم قابلته. ما عرفتيش اسمه ايه؟ اسمه الاستاذ مصلحي موجود؟ ايوه، اوضه 14. متشكر. محمود بيه؟ محمود بيه هنا؟ ده ايه الشرف الكبير اللي نزل علينا ده؟ اتفضل. اسمع يا جدع انت، بطل الامور الهباله على الشيطانه دي. انا اذا كنت استحملتك المره اللي فاتت، المره دي مش هستحملك. انت ازاي تروح بيتي وانا مش موجود؟ يظهر انك مش عارفني كويس، ولا نسيت انا بشتغل ايه دلوقتي؟ العفو العفو يا محمود بيه. تليفون مني احطك في مستشفى المجازيب، انت فاهم؟ انا لغايه دلوقتي مش عايز اعمل اي حاجه، لكن اياك تهوب ناحيه بيتي مره تانيه. وحياتك انا ما كنت اقصد حاجه، انا كنت بس جاي اقول لك ان جعفر بيها ابو دومه تعيش انت في 60 داهيه. عقبالك انت الاخر اما تحصله هرتاح من خلقتك. بابا تعالي تعالي يا دانيا يا بنتي. مين ده يا بابا؟ قلت لي انك كنت تعرف ان المجني عليها عملت اخيرا بوليس التامين بمبلغ كبير. يا فندم انا سبق قلت ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، وهعرف منين بس؟ من الزوج طبعا. والزوج هيقول لي ليه؟ بصفتك هتكون المستفيد الجديد بعد ما يطلقها. يا فندم انا علاقتي بيه ما تخرجش عن كونها علاقه شغلي، هي دي كل الحكايه. وبعدين انا كنت بقابله عشان اتفاهم معاه على اجراءات الطلاق. طيب ما اتفقش معاك على اي مشاريع؟ لا. مشاريع ايه بس؟ في الشغل خصوصا، وان احوالك الماليه يعني. انا يا فندم صحيح كان في بيني وبينه شغل، بس خلاص خلص. وبعدين انا كنت بقابله عشان موضوع الطلاق. عندك اقوال تانيه تحب تضيفها؟ لا يا فندم، ده كل اللي عندي. طيب انت تقدر تتفضل دلوقتي. شكرا. بس بلاش سفر اللي من دول. حاضر. اعمل لي تحريات دقيقه عن احواله الماليه، وراقبه كويس، وشددوا الرقابة على الزوج. في حاجة في ذهنك يا فندم؟ مجرد افتراض، جايز يتحقق. ألو؟ أيوة أنا. إيه؟ طب أنا جاي حالا. أنا آسف، اضطريت أضحي بالجنين. ما أخبيش عليك، حياة نادية كانت في خطر. عملنا كل اللي نقدر عليه. المهم دلوقتي لما تقوم بالسلامة تشيلوا من دماغكم فكرة إنكم تخلفوا تاني. ما تتصورش يا دكتور قد إيه كان نفسي أتخلف. ممكن أشوفها؟ اتفضل. بس مش كتير. يا ابني ازيك؟ عاش من شافك. اتفضل يا ابني.
اللي عمل فيك كده يا ابني؟ الزمن. يا يوم صلحي يا يوم سنة ما حدش شافك من قبل ما اجد ابني ما يسافر بسنين. هو سافر؟ ايوه. هو انت ما تعرفش؟ بهاجر كندا من سنتين واتجوز هناك، وهو بعت لي جواب الاسبوع اللي فات قال انه خلف كمان. ايوه، لما اروح اوري لك صوره مراته وابن. لا مفيش داعي تتعبي نفسك. الله يا ابني، ده انت ما قعدتش. يا ابو صالح افندي، لقيت الناس اللي كنت بتدور عليهم؟ ايوه، واحد مات والتاني هاجر. انزلي انت دلوقتي يا داليا، روحي العبي تحت. اتأكدت دلوقتي ان انت. ايوه انت، مش ممكن يكون حد تاني. انت اتكلم تاني يا مصلحي. بقى ده جزاء اللي جاي اطمن عليك واشوفك عملت ايه. تطمن عليا ولا جاي تشوف بنتك؟ ها ايه رايك، عجبتك؟ داليا فعلا زي بنتي، عشان كده فكرت اجيب لها اللعب دي وانا جاي، لان متصور انك مهملها ومشغول عنها بالكلام الفارغ اللي مالي دماغك ده. يعني ايه؟ حد يبقى عنده بنت زي داليا ويقول انها مش بنته؟ عايز ايه اكتر من كده؟ عايز اعرف، عايز اعرف. يمكن لما اعرف ارتاح. كفايه انها معاك وبتقول لك يا بابا. في ناس كتير محرومين من الكلمه دي. سالني انا. اسمع يا مصلحي، مش جايز انت عايش في وهم، وان البنت بنتك بصحيح. وهم انت كمان؟ انت عايز تجنني؟ طب تقارير الدكاترة وهم هي كمان؟ ايه يعني تقارير الدكاترة؟ المهم انت احساسك ايه؟ انا ما بقتش عارف حاجة خالص. يا ريتني ما شفت الجواب ولا عرفت. لكن لا، لازم اعرف مين اللي هدم حياتي وهعرفه. ايوه قتلتها. ايوه انا اللي قتلتها في لحظة جنون. كنت متأكد إني مش هتكشف. قتلتها، قتلتها. لكن ما كنتش لوحدي، جوزها كان مشترك معايا. لكن إزاي جوزها اشترك معاك وهو كان في اسكندرية ساعة ارتكاب الحادث؟ هقول لك كل حاجة. قول. لما جوزها شاف إنها ابتدت تتعلق بيا وبدأت تكلمه عن الطلاق. واحدة واحدة. حس ان كل حاجه هتضيع منه، وفي ليله سكرني طينه وفتحني في الموضوع. في الاول انا رفضت، لكن هو كشفني وفهم نقطه الضعف اللي فيا. ايه هي نقطه الضعف اللي فيك؟ جاي لحضرتك. اتفق معايا ان اقتلها ونطلع بمبلغ التامين وهو بالثروه. الشيطان لعب في دماغي ان المبلغ كبير. رحت له بعد اسبوع لقيته مستنيني ورسم لي الخطه كلها. هو يسافر اسكندريه وانا استنى هنا معاه. وانت؟ وانا معروف اني بحبها وكنا خلاص هنتجوز ومش ممكن حد يشك فيا. لكن لسوء حظك إن النيابة بتشك في كل حاجة. معتمد!
متاحه الجلسه النيابه. قضيتنا يا حضرات القضاه، وان بدت للوهله الاولى قضيه تقليديه، الا انها مع ذلك جديده كل الجده. اطرافها الثالوث الخالد، الزوج والزوجه والعشيق. الا انها مع ذلك قضيه جديده كل الجده. جوهرها الخيانه، نعم، فهي من مستلزمات مثل هذه القضايا، حيث يتسلل شخص منعدم الضمير هو العشيق. يتسلل هذا العشيق من نافذة منزل الزوجية المقدس، ناشرا رائحة الخيانة العفنة، ضاربا بكل القيم الإنسانية عرض الحائط. أقول إن هذا الجانب متوافر في قضيتنا، ولكن إلى جواره يوجد جانب آخر. فبدلاً من أن تنتهي المعركة بخروج أحد الخصمين تاركاً الساحة للآخر، وهنا الجديد في قضيتنا، وهو أيضاً لا يعدم شيئاً من غرابة، لم يستمر الخصمين كخصمين، بل اتفقا. ويا لبشاعة الاتفاق، اتفاق طرفاه زوج مخدوع وعشيق طامع، والضحية إنسانة عانت الكثير من المتاعب في حياتها الزوجية، وعندما وجدت الحب أو خيل إليها أنها وجدته، سقطت بين أنياب وحش مفترس لم يتورع عن معلش يا محمود، أنا عارفة إن اللي حصل ده من زعلك. نادية، أنت كان نفسك في طفل، وأنا كمان، لكن هنعمل إيه بقى؟ نصيبنا كده. أحلف لك بإيه إن اللي حصل لي ده كان سببه الإرهاق. اسمع يا محمود، أنا ما عنديش مانع إنك تتجوز. إزاي تقولي كلمة زي دي؟ أنا لو زعلت هيبقى عشانك أنت. يعني لسه بتحبني؟ أنت اللي بتسألي السؤال ده. مرة في نص الليل. ها؟ قصدك مصلحي؟ مش فاكرة اسمه، إنما أنت قلت لي إن ظروفه وحشة، وإن موت مراته مؤثر عليه قوي، وما بيبطلش سكر. أيوه. ماله؟ طب إيه رأيك لو نعرض عليه إننا نربي بنته؟ طيب وفرضي ما وافقش؟ البركة فيك أنت بقى، كلمتين كويسين منك يخلوه يوافق. أنت شفت البنت؟ شفتها؟ لا ما شفتهاش، هشوفها فين؟ على كل حال انت تروح له وتحاول تقنعه. قلت ايه يا محمود؟ حاضر يا بي. الاستاذ مصلحي فوق؟ لا، دفع الحساب بتاع امبارح ومشي. مشي راح فين؟ ما نعرفش.
ما قالش انه هيرجع هنا تاني؟ لا. طيب لو سمحتي لما يرجع تتصلي بيا فورا وتقولي له ان انا عايزه ضروري، عندك هنا الاسم والتليفون. طيب حاضر يا بي. متشكر. مالك يا محمود؟ بقالك مده مش عاجبني. متضايق شويه. طب ايه رايك في اللي خلصك من الضيقه دي؟ ازاي؟ نسافر. نسافر فين؟ اي مكان. احنا بقالنا مده ما سافرناش، نغير هوا. انا متاكده انك هتستريح بعد الرحله دي. انا هسافر فعلا، بس الفيوم ومش اي مكان تاني. اشمعنى الفيوم؟ ادور على مصلحي، لازم الاقيه باي طريقه. اصلك ما تعرفيش من ساعه ما شفت بنته المسكينه شفتها؟ ايوه، ومن ساعتها مش قادر انساها. الو. ايوه انا. امتى؟ طيب متشكر يا مدام، متشكر. مين يا محمود؟ دي صاحبة اللوكاندا اللي كان فيها مصلحي. ايوه يا سيدي حاضر، دقيقة واحدة وجاي لك. مساء الفل. قول ايه؟ فين يا مسا؟ ما تيجي اقعد معايا. تعالى اقعد معايا والنبي. ده بقعد. ازاي ازاي ما هي؟ والله زينب حالها. انت مش مرته. يا اخي اقعد يا اخي. اسمع يا جدعان. ايوه يا سيدي طلباتك. الاستاذ مصلحي ما جاش؟ اه مصلح افندي. كان هنا من نص ساعة، خد المعلوم ومشي على طول. ما تعرفش راح فين؟ هو لا مؤاخذة حضرتك مين؟ يبقى اقول له محمود رفعت. اه مش طول كده من الصبح، ده سايب لك ورقه معايا. اتفضل. ازاي ده لسه مليانه؟ يا جدع خد مطرحك بقى. الأستاذ مصلحي موجود؟ نقول له مين يا حبة عيل؟ قولي له محمود رفعت. مين يا بنتي يا أنصار؟ واحد بيسأل على مصلحي قبلتي وبيقول اسمه محمود. أهلاً وسهلاً. محمود بيه؟ اتفضل، عندنا كل اللي في نفسك. اتفضل. اهلا يا محمود بيه. اخيرا شرفت. كنت متاكد انك هتيجي، انا ظني ما يخيبش ابدا. اتفضل يا جماعه، احب اقدم لكم صديقي العزيز، صديقي العظيم، صديق الطفوله والشباب، صديقي المخلص بالقوي قوي، سيادة وكيل النيابة. يا نهار اسود النيابة. ايه؟ مش مصدقين؟ بشرفي ده وكيل النيابة بحق وحقيقي. مصلحي، أنت يا مدهون على عينك. ايه؟ وساحبني النيابة في سلتك السوداء لحد هنا؟ لا 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 لا، ما تخافيش. دي نيابة مع إيقاف التنفيذ. الخير.
عايز اتكلم معاك كلمتين. بس انا بقى زي ما انت شايف كده مش فاضي. فوت علينا امس. بس بدري شويه. انا لازم اتكلم معاك حالا. اذا كنت مصمم قول اللي عندك. انا عايزك على انفراد. احنا مفيش بينا كلام سر، والجماعه دول اخواني وحبايبي واصحابي، وانا ما بخبيش عليهم حاجه ابدا. اسمعوا يا جماعه، انا هقول لكم الحكايه. هتقوم معايا ولا لا؟ ده رايي يا جماعه، ما تاخدهمش يا بيه، اصل دول جماعه سطر زي ما انت شايف. ما تقوم معايا يا مصلحي، يمكن عايزك في كلمه سر ولا حاجه. قوم خش جوه في اوضتي فاضي ما فيهاش حد. خلاص امرتي يا قمر. بس قمر تخين شويه. اتفضل يا محمود بيه، اتفضل. ما تشوف لنا كاس يا عمر يا سيد. بصحتك ازاي تجيب البنت في مكان حقيره بالشكل ده؟ عمري ما كنت اتخيل انك تبقى بالسفاله دي. وانت مالك؟ بنتي وانا حر فيها. انت عارف انها مش بنتي. لا بنتي، وكل الناس عارفين انها بنتي. ولا تحب اوريك البطاقه وشهاده ميلادها؟ انت احقر واخس بني ادم شفته في حياتي. شكلك حلو قوي وانت بتتكلم عن الحقاره والخس. ناقص كمان تكلمني عن الضمير والاخلاق والشرف. الكلام ده ملوش لازمه دلوقتي. معنى يا مصلحي، أنا جاي أتفاهم معاك. سيبنا من اللي فات وخلينا في النهاردة. النهاردة؟ بتتكلم على كيفك؟ أنت عارف النهاردة إيه بالنسبة لي؟ مفيش. حياتي كلها كانت امبارح. امبارح كان كل حاجة، البيت والزوجة والبنت والمدرسة. امبارح كنت بني آدم. النهاردة أنا إيه؟ هو إيه اللي حصل؟ كل ده راح مرة واحدة، مرة واحدة كده زي ما يكون حلم. يا مصلحي، اللي حصل كان أقوى مننا كلنا. أنا معترف إني مسؤول عن كل حاجة ومستعد أتحمل النتيجة. النتيجة؟ لو كنت أضمن إن قاتلك يشفي غليلي. فو يا مصلحي، فو، ما تنساش أنت بتكلم مين. أنت عاوز إيه؟ البنت. بنت يا مصلحي، المرة دي مش هتخلى عنها حتى لو اضطريت اني امسحك من الوجود. انت عارف ان ده في ايدي، مش بعيد عليا. انا مقدر المأساة اللي انت عايش فيها، لكن انا كمان في مأساة من ساعة ما شفت البنت وعرفت انها بنتي من لحم ودمي. والحياة بقت عذاب. استغفر الله يا محمود بيه، ودي تيجي تبقى بنتك اللي من دمك موجوده وتخلي راجل غيرك يربيها؟ انا مستعد انفذ لك كل اللي تطلبه، مستعد ادفع لك كل اللي انت عايزه. بس انا بقى مش هبيع البنت، وانا مستحيل اسيب بنتي، مش هسيبها. انت فاهم؟ ادفع بره، امشي، مش عايز اشوف وشك تاني.
مشغول عني بإيه؟ بعمل بلوفر لداليا عشان الشتا. عمرنا نجري ورا ابوها عشان يسيبها لنا. بس ده مجنون. ليه مجنون؟ انت لو كان لك بنت كنت تتخلى عنها. بس ده معيشه في بيت قذر، في بيت دعاره. ابوها يا اخي هو حر فيها، احنا هنفضل رابطين حياتنا بيه هو وبنته؟ اذا كان الموضوع ده تعبك يا محمود اتجوز واحده تانية وخلف منها. اتجوز ناديه؟ انت بتقولي ايه؟ اعمل لك ايه بس يا محمود؟ انت بتصرفاتك جبت جراحني، بتخليني احس ان السبب في كل اللي بيحصل ده لاني مش قادره اساعدك واحقق لك اللي انت عايزه. ما تقوليش كده يا ناديه، ارجوكي ما تفهمينيش غلط. انا ساعدت معاك انت وهفضل طول عمري احبك. اللي جابك هنا تاني؟ انا ما عدتش عايز اشوفك. صدقني يا مصلحي انا خايف على البنت. انت برضو انسان متعلم وتقدر مصلحتها. وبعدين؟ وبعدين حاول تنسى اللي فات ونبتدي من جديد. احنا تعودنا على البنت وهي كمان. طب وانا؟ انا هعوضك قد ما اقدر. وانت في اي وقت عايز تشوف البنت تعال. انت برضو اللي ربيتها. قلت يا مصلح. انا هقول لك حاجه غريبه. انا لما جيت وراكوا اسكندريه كان قلبي مليان بالحقد والكره، كنت عايز انتقم. لكن لما شفتكوا والبنت بتلعب معاكوا لقيتها سعيده ومبسوطه وحلوه ونظيفه. تصور ساعتها فكرت اسيبها لكم وامشي. لكن يا مصلحي ايه اللي منعك؟ ساعتها افتكرت كل اللي فات. لما لقيتكم متعلقين بالبنت قلت احرق قلبكم وقلبك انت بالذات واخليك تجرب اللي انا عايش فيه. انت انسان طيب يا مصلحي، انا متاكد ان قلبك مش هيسمح لك تعمل حاجه وحشه ابدا. طيب انت ما تعرفش الطيب ده لما انجرح عمل ايه؟ قصدي كان ممكن يعمل ايه؟ انت جاي هنا تعمل ايه؟ انا خلاص زهقت من اللعبه دي. يا
يعني هتديني البنت؟ البنت بنت ومش هتخلى عنها. امشي اطلع بره. مش همشي غير لما اخد البنت. وديت البنت فين يا ابو صالح؟ اتكلم يا ابو صالح. مش هقول لك داليا فين. فين البنت؟ مش هقول لك داليا فين. وديت البنت فين؟ اتكلم لك. خلص عليك. لازم تعيش اللي عشته يا محمود يا ريت. فين البنت؟ لازم تعيش اللي عشته. مش هقول لك داليا فين. لازم تعيش اللي عشته يا محمود يا رفعت. لازم تعيش اللي عشته. اتكلم يا ابو صالح. ايه الحكايه؟ انت كنت بتتخانق ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ ما تقول لهم يا سعاده البيه. احكي لهم يا حضره رئيس النيابه المحترم. ثلاثة كمان ويا عالم. دي لسه صغيرة. صغيرة؟ دي منظور خالتك. يا دكتور نجيب اديني جبت لك البيت ده. ايه؟ ما يغركش منظرها كده. دي عجوزة. عجوزة؟ قول له والنبي ده احسن بيقول انها مولودة هتمة. اسمع يا راجل انت. هتمة ولا عجوزة؟ انا قلت كلمة وخلاص. ايه رأيك؟ لا يا بيه لسه بدري قوي. شد عليك شوية. يا بيه انا بكلمك على البيت. يا راجل يا ضلالي. دي لسه بسنان اللبن. حرام عليكوا يا عالم يا كفر. هتروحوا من ربنا فين؟ دي لسه ما كملتش 10 سنين. ازاي تتجوزي الليلات دي؟ هو ما فيش ضمير ولا ما فيش ضمير؟ خد يا باشا والله ما عاد معايا غيرهم والمأذون يستنى المحصول. اديك سامع بنفسك. المأذون يستنى المحصول. امر لله. مشيني يا باشا الله لا يسيبك. الدخله الليله. الدخله الليله؟ تعالى يا بنت. انت كسرة كم سنة يا بنت؟ صباح الخير يا دكتور نجيب. صباح الخير يا اخويا. ما صباحش ليه؟ عندك حاجة انت راخر عايزة تتسنن؟ لا مؤاخذة. اهلا يا استاذ محمود. روح يا راجل انت خليهم يختبارك في المكتب. اهلا اهلا يا استاذ محمود. اهو ده
تحايل على المعايش يا استاذ محمود. الواحد هيعمل ايه؟ يعني انت ما لقيتش غير تجاره المواشي؟ اي كلها تجاره. على الاقل انضف من التجاره في البني ادمين. ما تشوف الدكاتره الكبار عندكم في مصر بيعملوا ايه؟ كل شهر والتاني بيرفعوا الفيزيتا 5 جنيه مره واحده. بذمتك مش دي تجاره في ارواح الناس؟ على رايك. قول لي يا دكتور نجيب، فاكر مصلح افندي عبد الدايم؟ فاكره طبعا. بعيد عنك، ده بعد مراته ما ماتت محدش شاف خلقته. ناس بيقولوا انه اتجنن، الظاهر انه كان بيحبها قوي. ما تعرفش ماتت ازاي؟ ماتت ازاي؟ ماتت زي ما خلق ربنا بتموت، اجلها انتهى. قول لي يا دكتور نجيب، انت طبعا اللي طلعت لها تصريح الدفع. طبعا. كشفت على الجثه؟ نعم. بقول لك وقعت الكشف على الجثه. استاذ محمود، انت بتكلمني بصفه رسميه ولا؟ لا طبعا، بصفتي صديق. صديق؟ طب نقفل الباب بقى. طب بصفتي صديق برضو، ممكن اعرف انت مهتم بالموضوع ده ليه؟ لاني بشك انها ماتت موته مش طبيعيه. يا نهار ازرق، ايه قتلت؟ مجرد شك. لا 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 لا، شكك مش في محله يا استاذ محمود، الشك يا حبيبي. يعني ما كشفتش عليها؟ بصراحه لا، اصل مش معقول كل واحد يموت اروح اكشف عليه، الا اذا كان في حادثه او شكوى او اي حاجه تثير الاشتباه. طب ايه رايك بقى؟ انا عايز الجثه تشرح. ليه بس؟ دي مسؤوليه كبيره قوي. من ناحيه المسؤوليه ما تخافش. كويس انك جيت، انا كنت عايزه اكلم معاك. تحت امرك يا استاذ. اتفضل. شربت حاجه؟ الحمد لله. زين العملية؟ انا زعلانه منك يا ام صالحي، ازاي تاخد داليا من غير ما تقول لنا؟ اسف يا استهان، كان المفروض استاذنكم عشان اخد بنتي، بس محمود بيه ما استاذنيش لما خطفها مني. خطفها؟ ايه الكلام ده يا ام صالحي؟ ليه؟ البيه جوزك ما قالكيش؟ لا طبعا، اللي انا فهمته انه اتفق معاك ان البنت هتفضل معانا. ايه الحكايه يا ام صالحي؟ انا شايفه حاجات غريبه بتحصل. قولي بصراحه، هي داليا مش بنتك؟ غريبه، كنت فاكر انه قالك. كان طبعا ما يقدرش عشان جبان ونجل. انت اتجننت؟ ازاي تتكلم على جوزي بالطريقه دي؟ اصلك ما تعرفيش عمل فيه ايه، ما حافظش على بيتي وعرضي. داليا بنت جوزك المحترم يا استهاني، وعارفه مخلفه من مين؟ من مراتي، من مراتي ابن الكلب. معلش انا عذرك برضه، لانك عشت طول عمرك مخدوع زيي. ومع كلنا انا عاوزك تقولي للبيه جوزك انه يبعد عن سكه احسن له، والا هطبعها فوق نفوخه. فوتك بعافيه. Thank you.
افتكروا الوفاة جنائية، وعلى العموم هنتأكد. يا رفعت عشان احذرك، انت ماشي في سكه خطر. ايه خايف يا مصلحي؟ انا بس عايز اعرف انت ناوي على ايه. انت نسيت ان راجل قانون يعني لازم ادي واجبي؟ بس انا كمان مش هسكت. وانا كمان مفيش حاجه هتمنعني عن اداء واجبي. طب ووظيفتك ومستقبلك والفضيحه يا حضره وكيل النيابه؟ كل ده اصبح بالنسبه لي مش مهم. حتى بنتك داليا؟ قصدك ايه؟ قصدي اننا نتفق مع بعض. انا بقول تاخد بنتك اللي انت هتتجنن عليها تعيش معاك، ولا كأن في حاجه حصلت. والتمن؟ تقفل بقك وما تتكلمش. واذا اتكلمت؟ تبقى تقول على بنتك يا رحمن يا رحيم هقتلها. يعني بتساومني على البنت؟ عاوز اسلم رقبتي للمشنقه؟ عاوز تقتلني مرتين يا محمود يا رفعت؟ لكن لا، المره دي لا. أنا هسيبك تفكر وعقلك في راسك تعرف خلاصك. فكر كويس يا محمود يا رفعت. أنا كنت شاكة، لكن ما كنتش أتصور إن ده ممكن يحصل لنا. زمان من 10 سنين وأنا لسه ببتدي في أول حياتي قابلت إنسانة كانت محرومة من الحب. جوزها ما كانش مهتم بيها، كان بيعملها زي أي كراسة من كراريس التلامذة. بمجرد ما ينتهي من تصحيحها يرميها. وراك مصالحي مش كده؟ ايوه، الست دي حبتني وانا كمان تهيألي اني حبيتها، لكن كانت في الحقيقه مجرد نجوى. فكرت ساعتها اني انا اتجوزها، لكن طبعا ما كانش ممكن. بسرعه زي اي شاب نسيت الموضوع ده وانشغلت بحياتي ومستقبلي وبالنيابه ومشاكلها، لحد ما جه مصلحي وقال ان الحمل ده مني انا، وان داليا تبقى بنتي مش بنته. ما كنتش اتصور ان غلطه زي دي ممكن يقع فيها الاف الشبان. هتفضل تجري ورايا السنين دي كلها. محمود انا عايز اسالك سؤال بس تجاوبني بصراحة. لو كنا مخلفين كنت جريت ورا داليا كده؟ كنت اعترفت بيها؟ أنا مش عارف أقول لك إيه. يعني إيه مش عارف؟ نادية أرجوكي حاولي تفهميني. أنا دلوقتي في موقف صعب. مصلحي قتل مراته. بتقول إيه؟ هي مش ماتت موت طبيعي؟ لا، لما شكيت فيه طلبت إخراج الجثة وتشريحها. اكتشفنا إنه قتلها بالسم البطيء عشان ينتقم منها. وهو فين دلوقتي؟ من ساعة كان معايا وكان بيساومني. على إيه؟ إنه يديني البنت
بشرط اني ما بلغش عنه. وإذا رفضت هيقتلها. أرجوك يا نادية، حاولي تساعديني. أنت ما سبتش لحد فرصة إنه يساعدك. ثم أنت خايف ليه؟ داليا مش بنتك يا محمود. أنت بتقولي يا نادية؟ إذا كان مصلحي نفسه بيعترف بكده. وعندي جواب من أمها. بيؤكد إنها بنتي. جوابات الدنيا كلها مش ممكن تثبت البنوة. مصلحي هو اللي إداها اسم. هو اللي رباها. هو اللي اداها حبه وعواطفه واحساسه. انت مفيش قدامك غير انك تأدي واجبك وبس. والبنت ده هيقتلها؟ ما ظنش. مفيش حد بيقتل بنته. بقول لك بنتي مش بنته. ولازم انقذها. انت عارف طبعا الثمن هيكون ايه؟ مصلحي مش هيسكت. هيشهر بيك. المسألة دلوقتي بقت مسألة قانون وضمير. في الوضع اللي انا فيه ده ما اقدرش استمر كرجل قانون. انا هستقيل. خدهم كلهم وسيبوا لي الست دي. انت اسمك ايه؟ خدمتك نوسة وبيدلعوني بنانا. انت طبعا عارفة انت هنا ليه؟ لا وحياة النبي يا سعادة البيه، ده انا عايزة كنت حتى اتصل بحضرتك النهاردة عشان تخرجني من هنا. شوفي أنا فعلا ممكن أخرجك زي الشعرة من العجين، بس أنا ليا طلب. أنت تأمر يا محمود بيه. تقولي لي فين مصلحي وخبى البنت فين؟ ده ساب البيت ومشي من زمان ومعرفش راح فين يا سعادة البيه. مش عايز لف ودوران، إحنا هنقبض عليه هنقبض عليه. إن ما كانش النهارده يبقى بكره. مصلحي مجرم، قتل مراته وهرب. يا لهوي مصلحي! أيوه مصلحي. وفي الحالة دي لو قبضنا عليكي هيبقى ويلك ويلين. إدارة بيت للدعارة والتستر على مجرم هربان. ودول على الأقل فيهم الاتنين 10 سنين. يا بنت بينك وبينه مشاكل، دخلنا أنا في النص ليه وأنا وليا وغلبانة؟ أنا لسه ما فتحتش المحضر. إيه رأيك؟ أفتحه؟ لو النبي يا بيه يستر عرضك هتكلم، ده أنا هتكلم للصبح، ده أنا هتكلم كلام يا بيه، لا مؤاخذة بقى يا مصلحي، ما بدهاش، ده تقل قوي. انزل وراها. Thank you.
انت ايه اللي جابك؟ وعرفت مكاني ازاي؟ بنت نادية، بنت نادية. داليا خش انت جوه، خش جوه. ما قلت ليش؟ عرفت مكاني ازاي؟ سألت الست اللي كنت ساكن عندها. كدابة. الجبان الجبان ما قدرش يجي يتفاهم معايا. بعتك يمكن تقدري تعملي اللي ما قدرش هو يعمله. لا يا مصلحي، انا اللي جيت من نفسي. محمود ما يعرفش حاجة، هو خلاص اخذ موقف ومصر يقدمك للمحاكمة مهما كان الثمن. عشان كده انا خايفة على البنت. مفيش فايدة يا مصلحي، اديني البنت وسلم نفسك. ما تخافش، الظروف اللي قتلت فيها هتخليهم يدولك حكم مخفف. انت كمان جاية تديني مواعظ؟ ابعد عني يا مجنون. ازاي ما خطرتش الفكرة دي ببالي قبل كده؟ واحدة بواحدة. انت سكران ومش فاهم حاجة، محمود تحت والبوليس محاضر البيت. ودور على البوليس الدولة هينقذك مني. ابعد عني. واحدة بواحدة يا محمود يا رفعت. واحدة بواحدة يا محمود. ابعد عني يا مجنون، ابعد عني. واحدة بواحدة. عملتوها يا ولاد الكلب. تعالي. سلم نفسك يا ابو صلح. هقتلك. مين اللي ضرب الرصاص؟